ضيفنا الحلقة اليوم سميتو وسام وكنيتو أمير، تزاد نهار 11 مارس 1987 في لبنان من عائلة فنية. الأب ديالو غنى القدود الحلبية، والأخ ديالو الكبير بسام هو قائد فرقة وكان مايسترو في فرقة الراحل ملحم بركات، وعنده خوه واحد آخر حتى هو فنان. وسام تيغني كل شيء، دبكة، طرب، ومؤخرا غنى الراي وعطى فيه. اي حاجه كيغنيها كيبدع فيها. غنى البلاد والثاني المغرب ديور رفقة الزوجه ديالو خوله بن عمران وسماه بلاد الخير. وسام امير ماشي غير مغني، ولكن حاصل على شهادات شاف مطبخ، وفاش قرر يستثمر استثمر في هاد الشيء نيت وفتح مطعم، لانه من وجهه نظره الفن مهم ولكن ماشي دايم. المهم بزاف ديال الحوايج غنكتشفوهم مع وسام امير في هاد الحلقه. الحصول ما عندي ما نقول. وسام امير مرحبا بك. ضيفنا اليوم كيف ما شفتوا لبناني ولكن مغربي واحد شوية، لبناني مغربي. مرحبا بك معنا وسام أمير. مساء الخير عليك وكل اللي عم يشوفونا. أكيد شكرا لك، منورنا في بلاتو مساء النور يا مغرب. بوجودكم ما شاء الله عليكم، نورين كلكم. بارك الله فيك. أنا غادي نبدأ معك من الأخر. أنا عارفة كو عندك دابا عمل اللي يلا تطرح، ولكن كل مرة كتصير مرة تغنينا باللبناني مرة المغربي مرة شنو علاش؟ حلو التغيير، حلو التغيير. كل مرة بنعمل شيء حسب الدارج واللي بيجي على صوتي بعمله، واللي بحس انه ما بيلبق لي بوقف عنده ستوب. فالحمد لله كل الأعمال كانت فيها نجاح كبير من عند الناس، الحمد لله رب العالمين. وهلا ان شاء الله قريبا كمان بنغير بنروح شوي على المصري. المصري، لبنان، مغرب، مصر. لبنان، مغربي، خليجي، هلا مصري. اوكي.